اهلا يا شباب، مرحب بكم في ايسس كونفرنس. العمل اللي انتم بتعملوه ده انا في نظري حاجه عظيمه جدا، وانا احييكم جميعا لانكم بتعملوا الشغل اللي انتم بتعملوه ده، انك بتقول انا عندنا حاجه عايزين نعملها، المهندس هو اللي بيفكر فيها، وبعدين بنجيب حد يقول انا هعمل تسويق للفكره دي ازاي. ده مهم جدا. ليه؟ لان المفكر في الهندسه عايز يعرف حاجه كويسه الناس عايزاها، بس ما عندوش الخبره في ازاي نعمل تسويق للحكايه دي، ازاي نقول للناس ان دي حاجه تنفعكم، ازاي ابيع الفكره دي لشركه تعملها. فانك بتعمل الاثنين دول مع بعض، المفكر الهندسي اللي عمل المفكر في القصه، وبعدين المساعد الفني اللي هو بيساعد في التسويق، تجمعوا مع بعض الاثنين دول، دي حاجه في نظري مهمه جدا. لان كل الحاجات الهندسيه في العالم كله بتبتدي كده. الناس واحد بيقعد في الجراج بتاعه بيجيب على دي على دي على دي ويعملها يحطوها في بعض يلاقيها اشتغلت. لما تشتغل يبقى عايز يوليها يعمل بها قصه كبيره ويعمل بها شركه. الشركه دي عايزه ايه؟ عايزه واحد يعرف السوق، وعايزه واحد يعرف الميزانيه، وعايزه واحد يعرف استلف منين، وبعدين اسد الفلوس دي ازاي، والتسويق ازاي، وما نحط الاثنين مع بعض تنفع العمليه وتبقى عظيمه جدا. الاجتماعات بتاعتكم دي مهمه جدا عشان دعم البني ادمين، وخاصه في الهندسه، لانكم انتوا لازم لما تعملوا مجموعه صغيره وتتكلموا في حاجات تفيدكم مستقبلا، هو ده اللي يخلي المهندس يعني يخلي فكره يكبر ويقدر يتدخل في شؤون كثيره جدا، لان النمو الاقتصادي في اي بلد بيعتمد على مهندسيها. ليه مهندسيها؟ لان المهندس هو اللي بيفكر في حاجه جديده، هو اللي بيعمل الحاجه الجديده، وهو اللي بيخلق شيء جديد. اللي بيخلق شيء جديد ده بدعم اقتصادي، اضافه على انه بيساعد الناس. يعني ايه ده؟ يعني معناها ان المهندس ليس فقط ان هو يبقى في شغله كويس، لما في خدمته للمجتمع. ايه الخدمه دي؟ ان انا افكر في كيفيه نمو المجتمع وكيفيه استخدام الهندسه في نمو المجتمع بهذه الطريقه. فانا برحب بكم واحييكم للانعقاد ايسس كونفرنس ده، وربنا يسعدكم في كل اللي بتعملوه. شكرا.